أقامت وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم في القدس حفل استقبال لفائدة الأطفال المقدسيين العائدين من المغرب إثر اختتام الدورة 14 للمخيم الصيفي بحضور أولياء أمورهم. وتوج برنامج هذه الدورة التي حملت اسم المسيرة الخضراء توج بالاستقبال الذي خصصته الأميرة للا حسناء بتوجيهات من الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، مما يعكس العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للمدينة المقدسة ولسكانها. وتميزت دورة هذا العام بأنشطة مختلفة وغنية مزجت بين الترفيه والاستجمام والتربية والتكنولوجيا والتثقيف بتاريخ المملكة المغربية وحضارتها. تأتي هذه المبادرة لتعزز عمل وكالة بيت مال القدس الذي يتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الوقع الواضح والجلي على المقدسيين، ولا سيما منهم النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة.